أبو يوسف استشهد. ايه يا مستشهد؟ استشهد وهني على القنيم على الفرنساوي. ألف رحمة ونور تنزل على روحك يا أبو يوسف. هالشب قديش كان طيب وكلهم أخوة ورجولية. ذكرني بأخوك معتز. الله يرحمه يا أبو، الله يرحمه. أخوك معتز يا أمو شلونه؟ طمني عنه. برضاي عليك ما تخبي علي شي. طمني يا أمو، أخي معتز بخير وبأمان. أكيد يا أمو معتز ما في شي. والله قلبي مقبوط عليه وأكلي همه كميات. وغلاوتك عندي يا أمو عم بحكي الصدق. أخي طمني على سعيد. سعيد بخير أختي، سعيد بخير. بس بس شو؟ لا لا طمني، سعيد سافر على فلسطين مع الشباب. يا لأمتي، شو أخدوا على فلسطين؟ راح مع أبو أحمد لحتى يوصلوا سلاح على فلسطين، وبدهم ياخدوا كمان المرحوم أبو يوسف يوصلوا لأهله. شبكي يا أختي؟ شبكي يا مسلية؟ والله بعرفك أقوى من هيك، مثله مثل كل هالرجال الفرارية. دعي له يرجع بالسلامة يا أختي، دعي له يرجع بالسلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مو هدول الأغراض اللي وصيتوني عليهم، وينو الحريم؟ نايمين. طيب يا مو أنا كمان بدي أقوم ريح بدني. تصبح على خير. الله يرضى عليك. رحمة الله عليك يا ابني يا أبو يوسف. اشتقت لك يا غالية. وأنا كمان اشتقت لك. بس يعني ما تأخذني يا أبو حاتم، ما لك حق تخاطر بحياتك كرمال تجي تشوفنا. لا يا أم حاتم لا، أنا كرمال نظرة من عيوني بفادي بعمري كلياته. تسلم لي عيونك يا ابن عمي. شلون حاتم معي؟ يعني عم يعذبني شوي صغير. معليش يتحملي كرمالي. قومي هاتي لي اياه، قومي خليني اشبع منه. اشتقت له. الله يخلي لنا اياك ويفرجها عليك وعلى الجميع بجاه سيدنا محمد. امين يا رب امين. يا ميك اهلا وسهلا بخالتي ام زكي. لك بهالقامة وبهالعين يا خير، قولي لي شلونك؟ انا الحمد لله. شو خالتي ام زكي، ما عاد طلعتي علينا مثل قبل ولا ما عاد لنا معزة عندك؟ لك شو بك طولي بالك علي لقلقط نفس، لسه نازله فيني عم تعاتبيني عم تعاتبيني. لك روقي. إيه العتاب على قد المحبه خالتي ام زكي. الله يرضى عليك الهي. شو وين زهره؟ ما لهون؟ لا ايوه كيف ما لهون؟ ليك جوا عم بترضع حموده، تعي تعي نقعد هون. يلا تعي.